اليوم السبت بتنطلق فعاليات مهرجان العسل الخامس الذي يقيمه فرع سوريا لاتحاد النحالين العرب وبالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين واتحاد الفلاحين وأكيد كل هذا الشيء رشا بمدينة تشرين الرياضية بدمشق. أكيد هادي، وهي هذا المهرجان هو فرصة لعرض وتسويق منتجات العسل والمنتجات التي يدخل في تركيبها والمستحضرات التجميل والأغذية. طبعا بدنا نقول أنه عم يشارك بهذا العام نحو 50 نحالة. رح نحكي أكثر عن هذا المهرجان وأهميته، وضيفنا لليوم هو الأستاذ سليم زهوة وهو من اتحاد النحالين العرب. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليم. كلنا بنعرف اليوم قديش العسل مهم بحياتنا، بغذائنا، بصحتنا وبشفائنا بالعديد من الأمراض. بداية خلينا نتعرف عن مهرجان العسل بدورته الخامسة، كيف تم التحضير للمهرجان؟ بالحقيقة مثل ما تفضلتي حضرتك أنه العسل بنعرف كثير عن فوائده الغذائية الصحية، لكن من الضروري نزيد التعريف بموضوع أهمية العسل في التنوع الحيوي، في زيادة الإنتاج الزراعي، في إنتاج غذاء جيد، أو من الناحية النوعية هو أفضل بكثير، ومن الناحية الكمية بنفس الوقت. التحضير تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فهي الجهة الحكومية المعنية بقيادة قطاع تربية النحل والإشراف عليه ووضع السياسات والخطط الوطنية، لكن أيضا بالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة في سوريا والتي تهتم بقطاع تربية النحل كاتحاد الغرف الزراعية، نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى اتحاد الفلاحين كمنظمة تعنى أيضا بالجمعيات ذات العلاقة بالعمل الإنتاج الزراعي ومن بين تربية النحل بشكل خاص. طيب أستاذ خلينا نروح للفعاليات، شو محضرين، كيف حيكون هذا المهرجان، وأكيد هو بالنسخة الخامسة لإله لهذا العام. طبعا بالنسخة الخامسة حاولنا نواكب بين النشاطات الترويجية التسويقية. هو المهرجان كفكرة أولية انطلق من نقطة أنه ضرورة ربط المنتج بالمستهلك، كسر الحواجز اللي بتقف عائق أحيانا بالتواصل المباشر بين مربي النحل وبين المستهلكين. لكن سنويا عم تتطور بعض الأفكار، عم نضيف شيء لتنويع النشاطات. في الحقيقة السنة هو أكثر من فرصة ترويجية أو تسويقية لبعض منتجات الخلية بشكل عام، العسل بشكل أساسي، لكن لا يمنع من التطرق أو تسليط الضوء على المنتجات التجميلية أو كل المنتجات التي يمكن للعسل أو منتجات الخلية تدخل، سواء تجميلية، غذائية، طبية. لكن السنة واكبناها ببعض النشاطات للتوعية على سبيل المثال، إيجاد قاعة تفاعلية يمكن للزوار اللقاء مباشرة مع نحالين أو مع مختصين وخبراء بيشتغلوا بمجال النحل عندهم خبرة كافية، ممكن الإجابة على التساؤلات مباشرة. واكبناها بنشاطات علمية بالتعاون أيضا مع جهات وطنية، على سبيل المثال إدخال نظم المعلومات الجغرافية، الخرائط الرقمية في موضوع إدارة المناحل و تحديد المراعي النحلية، تحديد الحمولة النحلية بالتعاون على سبيل المثال، بالإضافة إلى النقابات أو الجهات المعنية كشركاء في التنمية، دار التقنية الحديثة. أيضا هناك بعض الجوانب التسقيفية، هي سلسلة ندوات ستقام على هامش المهرجان أيضا للتطرق لموضوع ليس فقط النحل والصحة والغذاء، لكن النحل والإنتاج الزراعي والتنوع الحيوي والحفاظ على البيئة، تسليط الضوء على الجوانب أو المناحي المختلفة للنحل هي أكبر حافز يمكن للحفاظ عليه واستدامته. تمام أستاذ، بعد ما خبرتنا عن المشاركين اليوم بالمهرجان حابين نتعرف أكثر من حضرتك شو هي المنتجات اللي رح تكون موجودة ضمن هذا المهرجان بدورته الجديدة؟ هلا بالحقيقة هي كل منتجات الخلية،
يعني ابتداء من نحن مركز دائما على العسل كأهم منتج من الناحية الكمية أو اللي لها فائدة اقتصادية مباشرة، لكن ما بننسى العكبور، ما بننسى الشمع، ما بننسى الإمكانية الاستخدامات سواء في الناحية الغذائية سواء في الناحية الطبية. وبالتالي الدخول إلى قطاعات أخرى ذات علاقة بالأمور التجميلية وبالأمور الصحية بالإضافة إلى الخلية. طبعا حاولنا في نسخة المهرجان الخامسة من خلال بعض المشاركات الوصول إلى موضوع البيئة، الحفاظ على النحل، دخوله في العسل والمنتجات الأخرى أيضا، في الصناعات اللي ممكن نستخدمها في الحياة اليومية كالصابون والمنظفات، والهدف منه هو الحفاظ على البيئة بشكل أساسي والحفاظ على صحة الإنسان. طيب خلينا كونك ذكرت حضرتك المشاركات، نضوي حضرتك هل حيكون في مشاركات دولية أو بس اكتفيتوا بالمشاركات المحلية؟ بالنسخة الخامسة في الحياة اكتفينا بالنشاطات المحلية والمشاركات اللي من الجانب القطاع الوطني. في الحقيقة يعود الموضوع إلى تاريخ المهرجان، راعينا أنه يناسب النحالين من فترة سكون تقريبا في النشاط في المنحل، وبالتالي اختيار فترة لا تتعارض مع العمل. متى فترة النشاط الذروي؟ هلأ بفترة الربيع تبدأ مع مرحلة التوسع في الخلايا، مرحلة التطريد للخلايا، بعد فترة البيات الشتوي اللي مر فيها النحل، وبالتالي البحث عن مرعى في بداية الموسم الربيع بالضبط مع ارتفاع درجة الحرارة، زيادة فترة الإشعاع الشمسي، ظهور النباتات الجديدة والأزهار الجديدة، البحث عن مرعى يمكن أن يوفر احتياجات النحل الغذائية. تمام. طيب لكن مرتبط بالنواحي المناخية بشكل أساسي. أكيد. طيب اليوم كيف عم بيكون وضع إنتاج العسل بهذا العام؟ في تغيرات، في تقنيات جديدة اليوم موجودة؟ في الحقيقة هو برتبط بالظروف المناخية، برتبط بالمرعى وتوفره، برتبط بإمكانية نقل الخلايا إلى المرعى. يعني في السنة الماضية على سبيل المثال شهد العام الماضي إنتاج منخفض نسبيا، والسبب الرئيسي هو تأخر فترة الأمطار. صحيح. هو نشهد في المنطقة بشكل عام أو في دول العالم بشكل عام لو ردنا نقول نوع من التغيرات المناخية التي تحدث. هذه التغيرات تظهر بأعراض مختلفة. في سوريا هو عبارة عن انزياح في الموسم المطري، يعني بدء موسم الأمطار متأخر نسبيا. سابقا كان في شهر أيلول بداية شهر تشرين الأول، حاليا عادة انحباس مطري أو بدء موسم الأمطار يبدأ بشهر 11 أحيانا في بداية 12. هل انزياح في الموسم المطري بيؤدي إلى تأخر في عملية الإزهار في لدى بعض النباتات في الربيع، وبالتالي حتى في السنة الماضية في المنطقة الساحلية عملية عدم الاستقرار المطري في بداية الموسم أدى إلى انخفاض في عدد الأزهار، في إنتاج الأزهار الموجودة، وبالتالي بدء موسم نشاط النحل ترافق مع انخفاض في كمية الأزهار أو المرعى. هل أمر هذا بيؤدي إلى انخفاض الإنتاج؟ طبعا درجة الحرارة تلعب دور كبير كتير كتير بنشاط النحل بشكل عام والخلايا. الظروف المناخية أمطار عادة وحرارة بيأثروا، لكن إذا تعاقب على سبيل المثال مع فترة صقيع أو فترة باردة ولو لعدة أيام متتالية، إذا انخفضت درجة الحرارة عن حد معين بتؤدي إلى التأثير على الخلية والنشاط. طيب نفهم من حضرتك اليوم انخفاض الإنتاج بسبب الظروف المناخية عم بيكون بسبب بارتفاع أسعار العسل مقارنة مع السنوات الماضية؟ هلا موضوع التكاليف ترتبط صراحة بموضوع الوفرة، لكن أيضا ترتبط بالتكاليف الإنتاج. عادة العسل كلما زاد العرض
بينخفض السعر وبأثر على السعر، لكن التأثير على السعر بشكل عام ما بيكون قوي جدا ولو زاد العرض قليلا. السبب هو ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة النقل. النحل يعتمد على الموسمية، أي ضرورة تنقيل الخلايا من منطقة لأخرى بحثاً عن الأزهار، عن المراعي النحلية. فالخلايا ليست ثابتة في المنحل في المكان، وبالتالي التكاليف عم بتزيد، وبالتالي تكاليف النقل عم تزداد، كله يؤثر على سعر المنتج النهائي والتكلفة اللي بضطر المربي النحل يتحمل. على سبيل المثال حتى أجور العمالة عم تختلف، حتى بعض المواد البيطرية اللي بيحتاجها في الحفاظ على صحة النحل أيضا عم تختلف وترتفع. تمام أستاذ، خلينا نحكي أكثر عن نشاطات اتحاد الناحلين العرب بسوريا، حابين نضوي أكثر على هي النشاطات. بالحقيقة النشاطات الاتحاد اللي تم الترخيص لافتتاح فرع له في سوريا في 2021 بموجب مرسوم جمهوري وإعطاء كافة الصلاحيات والامتيازات لمجلس اتحاد الوحدة الاقتصادية العربية، تنقسم إلى قسمين أو يمكن تصنيفها ضمن مجموعتين. مجمل النشاطات التي تندرج ضمن البرنامج النظامي واللي بترتبط ب نشاطات الاتحاد في موضوع التثقيف، التوعية، التواصل الجماهيري، التنمية المجتمعية، كل شيء يرتبط في هذه النشاطات. لكن أيضا في برنامج ميداني، برنامج حقلي يتم من خلاله تنفيذ مشاريع سواء تهدف إلى تطوير ودعم تربية النحل أو قطاع تربية النحل بشكل أساسي، أو تعزيز دور النحل في التنمية المجتمعية، في تحسين سبل العيش، تعدد مصادر الدخل. ينفذ الاتحاد أو نفذ عدد من المشاريع، وهناك مشاريع قيد التنفيذ بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاون مع بعض الشركاء التنمية العاملين في سوريا كمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية لحقوق اللاجئ. كل هذه النشاطات تتم بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عملية التنفيذ. وهذه النشاطات تستهدف دائما من كان يعمل بالنحل أو من له الرغبة بأن يمارس هذا النشاط كمورد جديد أو مورد إضافي لتحسين دخل الأسرة الريفية بشكل عام. طيب خلينا نروح لتكريم النحالين القدماء، حنشوف هيك فعالية، وين حيكون التكريم؟ بالحقيقة التكريم السنة اتجه إلى منحة آخر، وهو تقدير أو نوع من التقدير والعرفان بالجميل لمن بدأ مبكرا في عملية تربية النحل واستدام في هذه المهنة. هناك بعض النحالين ممكن نطلق عليهم بعض العبارات، نقول كبير النحالين، شيخ النحالين، شيخ الكار، بالضبط من يعمل من 50-60 سنة بدأ العمل لكن انتقل من جيله إلى جيل الأبناء والأحفاد والرثة، وبالتالي المهنة أصبحت مهنة وليست هواية. عادة النحل في معظم الدول يبدأ بهواية ببعض الخلايا تأمين احتياجاته الذاتية كأسرة، لكن سرعان ما ينتقل في بعض الأحيان ليصبح مشروع اقتصادي، تصبح مهنة يمارسها. لكن في السنة في العام الحالي حبينا نكرم بعض كبار النحالين اللي بدأوا من عقود من الزمن بعملية تربية النحل لكن ورثوها للأجيال اللي أتت من بعدهم، وبالتالي اسم العائلة اقترن تقريباً بعملية النشاط. اليوم هاي الخطوة تحفيزية اليوم كرمال استمرار بهذا النشاط وهي المهنة، كرمال تضل موجودة، تضل عايشة، متوارثة. هي بالحقيقة كتير ملاقية نحن خطوة كاتحاد، بسبب انه تكريم من عمل وقدمه عرفان بالجميل وتقدير لجهوده، لكن هي تحفيز لجيل الشباب. لاني عم نلاحظ هلا اغلب النشاطات التدريبية للاتحاد
بالتعاون مع الجهات المعنية سواء وزارة الزراعة سواء أكساد كمنظمة عربية للمناطق الجافة والأراضي القاحلة سواء النقابات، تسعى إلى التركيز على جيل الشباب، إدخال جيل جديد يهتم بتربية النحل، ويمكن أن يعتبره في بعض الأحيان ليس كنشاط أساسي لكن نشاط مساعد، يعني إلى جانب النشاطات الزراعية يمكن أن تدخل تربية النحل كنشاطات متعددة أو إضافية تساعد في تحسين دخل المزارع. تمام. اليوم دي مهمة هي المهرجانات يمكن للتواصل والتفاعل المباشر بين المنتج والمستهلك. أستاذ دي ممكن يكون في تواصل بيناتهم أكثر ليعرفوا أكثر عن أهمية العسل عن أنواع الموجودة. خبرنا كيف كان الإقبال من السنوات الماضية من قبل الناس. فكرة إقامة المهرجان هي عبارة عن تعريف، هي عبارة عن نوع من النشاطات اللي ممكن تندرج ضمن النشاطات الثقافية، توعية مجتمعية. صحيح. من خلال تسليط الضوء. طبعا دور الإعلام على سبيل المثال في كل المهرجانات من الضروري الإشارة إلى أنه حتى الاتحاد الرياضي العام يساهم مع الإعلام، يساهم مع وزارة الزراعة من خلال كل حسب جهده وحسب قطاعه وحسب عمله في تسليط الضوء على الظاهرة. الاتحاد الرياضي العام على سبيل المثال مشكورا قدم القاع لإقامة المهرجان. الإعلام يواكب النشاط من خلال التغطية الإعلامية سواء لندوات سواء للنشاطات الثقافية سواء لزيارة الأجنحة واللقاء المباشر مع مربي مع مستهلك، تعرف إلى التحديات والمشاكل من خلال هذه المهرجانات. المهرجان هو فرصة يمكن لتسليط الضوء على بعض التحديات وضرورة الحد من بعض المشاكل أو الصعوبات التي تواجه القطاع بشكل عام. طيب دكتور خلينا هيك نذكر المشاهدين كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد من هذا المهرجان ويكون فرصة حتى يروحوا ويزوركم، لأيمت بقيان المهرجان؟ وفي الحقيقة دي تم الافتتاح رسميا من قبل معالي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم السبت الساعة 5، يمتد من 2 آذار لغاية 9، والدوام بده يكون من الساعة 12 للساعة 8 مساء في صالة تشرين مدينة تشرين الرياضية في الصالة الرئيسية، وبده تتم كافة النشاطات ضمن القاعة. تم تخصيص بعض الأماكن سواء للحوار التفاعلي أو لإقامة الندوات وترتيب كافة الأجنحة، وتم اتخاذ الاستعدادات للافتتاح اليوم إن شاء الله الساعة 5 عصرا. إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق ونشوفكم هيك بمشاركات دولية على هيك المستوى الدولي، ونشوف دائما نحن نفتخر بكل عمل سوري ضمن الظروف المتاحة اللي عم تمرق فيها سوريا. بدي أتشكرك الدكتور سليم زهوة نائب رئيس اتحاد النحالين العرب، نور صباحنا لليوم وبالتوفيق لجميع الكادر الموجود بالمهرجان. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كتير كتير وشكرا للإعلام وشكرا لقناة الإخبارية. أهلا وسهلا بحضرتك على هذه التغطية وهذا واجبنا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت صباحنا.